السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ريسبكتد برادرز اند سيسترز وان اوف دعاء ذكر لله سبحانه وتعالى ذات الاستغفار تو الله سبحانه وتعالى هس فورجيفنس يا ارحم الراحمين يقول الله سبحانه وتعالى اذ نوح عليه السلام تولد هيز people فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

Uh, release. So, استغفار يا إخوان. الاستغفار when the person makes continuous استغفار, الله سبحانه وتعالى will fulfill all his needs. May Allah سبحانه وتعالى give us توفيق. جزاكم الله أحسن الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.